احنا كنيسة أرثوذكسية تحتضن كل الناس الشعوب، ويعني في عندك أرثوذكس روس، وفي عندك يونان، في عندك عرب، وفي عندك رومان، وفي عندك صرب، في عندك أمريكان. يعني أنا ما بحب أدمج الأرثوذكسية بأمبراطورية من الأمبراطورية، مع إنه بيزنطيا، دير بالك، بيزنطيا تاريخيا قسطنطين الكبير في إعلان ميلانو هو الذي أعلن أن الدين المسيحي هو الدين الرسمي في الدولة. ومنذ ذلك الحين بدأت بناء الكنائس وكنيسة القيامة وكنيسة المهد، يعني حقبة اللي ازدهرت فيها المسيحية وازدهرت فيها الكنيسة وما إلى ذلك. هلأ إحنا كنيسة بنعتبر إنه الأمبراطورية البيزنطية هي أمبراطورية كانت فيها الكنيسة الأرثوذكسية متمتعة بالحرية المطلقة، ولكن هذا لا يعني إنه إحنا رابطين حالنا في أمبراطورية معينة أو في مملكة معينة أو في زعيم معين أو وما إلى ذلك. شكرا. إحنا كنيسة تتجاوز القوميات وتتجاوز الإثنيات، لا بل في الكنيسة تذوب كل القوميات وكل الإثنيات، لأنه إحنا كلنا واحد في المسيح يسوع. هلأ بالنسبة للعلاقة بين الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، هذه العلاقة كان في عنا تقريبا 10 قرون من القطيعة إلى أن عقد الاجتماع الأول بين بابا روما بولس السادس وبطريرك القسطنطيني أثيناغوراس في القدس سنة 1964، والسنة بشهر 5 بعد عيد الفصح بمناسبة مرور 50 سنة على هذا اللقاء التاريخي، رح يجي أيضا البابا والبطرك القسطنطيني مشان يلتقوا مجددا في القدس. ولذلك احنا في عنا يعني نوع من يعني تحولت العلاقة من قطيعة إلى نوع من الانفتاح. يعني خلال هدول 50 سنة اللي مروا علينا صار في كتير حوارات، صار في كتير لقاءات، صار في كتير تعاون بين الكنيستين، والسنة كمان راح يكون الاجتماع هذا التاريخي اللي راح يصير في القدس كمان، هذا راح يكون مهم. ما وصلنا إلى الوحدة الكاملة، ولكن صار في تعاون، صار في يعني إحنا عندنا في فلسطين هون سنة 1994 أو 95، هاي شغلة بحب إنكم تعرفوها، قدرنا إنه نعمل منهاج موحد لكل الطوائف، أعد ممثلين عن كل الكنائس المسيحية، وألفنا 12 كتاب من الصف الأول لصف 12، تعليم الدين المسيحي لكل المدارس، لكل الطوائف، لكل الكنائس المسيحية. هذا ما كان ممكن يصير قبل 100 سنة. اليوم في نوع من الانفراج في العلاقة، في نوع من يعني التقارب، نوع من الحوار، نوع من التلاقي، دون يعني كل كنيسة هي إلها تراثها، إلها تاريخها، إلها يعني أنماطها الليتورجية، يعني التعددية الليتورجية والأنماط الليتورجية المتعددة القائمة لا تلغي المحبة. إحنا منحب بعضنا البعض وإن كنا متعددين في أنماطنا الليتورجية وفي الأساليب اللي فيها منصوم أو منصلي أو منقدس أو نتناول. فهمت علي كيف؟ يعني أنا ضد إنه يكون في بناتنا يعني بغض، وضد إنه يكون في بناتنا كراهية، ولكن أنا كمان ضد أن يستغل الوضع القائم في الكنيسة الأرثوذكسية لكي يتم اقتلاع أبناء الكنيسة من كنيستهم. يعني أنا بتفهم إنه واحد دخل على كنيسة معينة عن قناعة حر، كل واحد عنده قناعاته، يعني إحنا ضد مش ديكتاتوريين، يعني كل إنسان عنده قناعاته. إذا واحد اقتنع إنه كنيسة معينة هي المقتنع فيها يا مرحبا، ولكن إنه ينتقل من كنيسة إلى كنيسة لأهداف معينة أو لأمور معينة غير روحية، هذا أمر غير مقبول. ولذلك يعني أنا طبعا أنا بحترم كل الكنائس وبحترم كل المسيحيين، ولكن أنا عندي تحفظ على هاي الجماعات البروتستانتية المتجددة اللي هي بعيدة عن تقاليد الكنيسة وبعيدة عن تراث الكنيسة، وهذول جايين لهون يبشروا في الدين المسيحي، ولكن يبدو أنه أهدافهم طبعا أنا
يعني الناس اللي غرر بها وابتعدت عن الكنيسة الأرثوذكسية، إحنا مش من واجبنا إنه نهاجمهم. يعني إذا بتشوف واحد منهم في الشارع مش مطلوب منك إنك تقاطعه. إحنا ما منقاطع حدا في المسيحية، إحنا نلاقي كل إنسان بمحبة. الإنسان الذي ترك كنيسته إحنا لازم نصلي له يمكن أكثر من غيره. ولذلك هدول الناس اللي تركوا كنيستهم وذهبوا إلى البدع وإلى المجموعات الأخرى، هدول إحنا لازم نصلي لهم لربنا يهديهم ويرجعهم لكنيستهم.